السلام عليكم. المكالمة المجهولة اللي جت للبنت الصغيرة اللي كانت فرحها تاني يوم قتلها، الشرطة المصرية جابت الفاعل واعترف اعتراف تفصيلي بالموضوع كله. تحية شكر لرجال المباحث. دي رقم واحد. رقم اتنين، سوء الاختيار سوء الاختيار سوء الاختيار من هنا ليوم الدين. للأسف السيناريو الوحيد اللي أنا ما فكرتش فيه هو اللي حصل. ما تخيلتش ابدا ان السيناريو ده ممكن يكون موجود، ما جاش على بالي. بالرغم ان احنا اشتغلنا كتير قوي في الجنائي، البرامج الجنائيه يعني، لكن السيناريو ده تحديدا ما جاش على دماغي خالص. تخيلت ان البنت دي ممكن تكون تحصل مليون حاجه بسبب الموضوع ده واتقتلت بيها، ممكن تكون ليها حد تعرفه، ممكن 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 ممكن، ربنا يسامحنا على التفكير ده. ولكن الامر اللي احنا ما كانش متوقع نهائيا ان ابن عمها اللي هو العريس هو اللي اتصل بيها، وده كان سر المكالمة المجهولة، ان البنت جريت على طول من حنتها، راحت على طول للشارع المقابل علشان تلاقي ربها سبحانه وتعالى ونصيبها ان خطيبها او جوزها اللي هيتجوزها تاني يوم هو اللي يقتلها. ده باختصار شديد جدا الموضوع. ابن عمها جوزها ما بيحبهاش، ارغم على الجوازة، بيحب واحدة تاني، مش متخيل ان هو يعيش مع اي حد تاني في يوم من الايام الا اللي بيحبها، خطيبته مراته اللي هيتجوزها تاني يوم، قرر ان هو يقتلها علشان ينهي الموضوع ده ويحط فاصل ما بينه وما بين الموضوع ده. كان متخيل ان محدش هيعرف، كان متخيل ان مفيش حد خلص هيعرف الموضوع ده نهائيا. المكالمة المجهولة جت للبنت وهي بتحضر حنتها، جريت على طول ومحدش يعرف كان سر المكالمة دي ايه. كانت مكالمة غامضة بالنسبة لكل الاهل وبالنسبة لكل الناس، ولكن بالنسبة بعد كده لرجال المباحث لما فكت الطلاسم بتاع الموضوع ده، عرفنا ان المكالمة دي كانت من ابن عمها اللي هو جوزها اصلا اللي هو هيتجوزها تاني يوم. علشان كده البنت جريت على طول من غير ما تقول لهم اي حاجة. البنت جريت اول ما قابلت جوزها اللي المفروض اللي هو فرحهم بعد ساعات قليلة، ضربها بعدة طعنات مرة واحدة، سابها مرمية ومشي على طول. اعترف الزوج بكل حاجة بعد تضييق رجال المباحث عليه في الموضوع ده تحديدا. اعترف اعتراف تفصيلي، قال بنت عمي مجبر عليها وانا هتجوزها مجبر، وانا بحب واحدة تاني، مش متخيل اعيش في الدنيا من غير اي حد تاني الا اللي انا بحبها، علشان كده قررت ان انا اقتلها. مش عارف اقول ايه، ولكن هنا هقول حاجة مع احترامي الشديد جدا. احنا عندنا لغاية النهاردة اللي هي ابن العم لازم يتجوز بنت العم، وبنت العم لازم تتجوز ابن العم، والحاجات المتخلفة والعبيطة دي، ادي النتيجة. سوء الاختيار، مش بتحبها سيبها، تقتلها ليه؟ تقتل فرحة اهلها ليه؟ تقتل فرحة صحابها بيها ليه؟ علشان تخلفك او علشان بتحب واحدة تاني؟ مش هو ده السمو في الحب زي ما بيقولوا نهائيا. انت قاتل، انت كلب. ما علينا، ده الموضوع اللي انتهى الحمد لله من ساعات قليلة والمباحث كشفته، وطلع سر المكالمة المجهولة كان ابن عمها. رحمة الله عليها، ويصبر اهلها، ويا رب ويا رب يا رب الناس بعد كده تحسن الاختيار. السلام عليكم.